ليش هذا يعني؟ احنا شغله طبعا على النظام. كان خفين على اليوم الطرفين. والله نبيع ونشتري عادي بالسيارات بالطبع حسب توجيهات الجريمة المنظمة من جو بلغونا من أول ما صارت القرار. قرار مجلس رئيس الوزراء بانه التعامل يكون بالدينار العراقي، احنا تعاملنا بالدينار العراقي رفضنا للدولار. اكيد هي مرات تصير فرق عمله فنحسبها حسب يعني نحسب الدولار بالطبع ايش قد اليوم ونبيعه بالطبع العراقي. ما نستقبل دولار. والله التوجيهات اللي وصلتنا لازم نتعامل بالدينار العراقي وهاي شيء شغله ضروريه 100% خاطر نقدر نقوي الدينار العراقي، واذا قوى الدينار العراقي راح المواطن اكيد يستفاد. فندعو الجميع بعدم التعامل بالدولار لكي لا يعرضوا نفسهم للمساءلة القانونية. أكثر أسعار السيارات هي كانت على فترة كم سنة يعني عقدين كلها بالدولار، فيراد لها شغلة تدريجية خاطر الناس شوية تتعلم إنه هاي بالدينار العراقي. ارتفاع الدولار أثر عليكم؟ أكيد أثر علينا أكيد. توجيهات اللي وصلتنا من الجريمة المنظمة نتعامل بالدينار ليس نتعامل بالدولار. بالدينار العراقي مثل السيارة حقها دفتر نضربها بالطبع حقها 16 مليون نكتب بها 16 مليون بالدولار، بس السعر نتعامل بالدينار. السعر المفروض هم يسعرونها بالدينار حتى نقدر نبيع بالدينار. تعاملنا من صارت هذه الحالة نتعامل كله بالطبع وليس ما نتعامل بالدولار. كله بالطبع أي بالطبع ما نتعامل بالدولار فأنا نتعامل بالدولار. كله طبعا نعم كله بالطبع. احنا نشتغل على الدينار العراقي ما نشتغل بالدولار. ايه صار لنا 7-8 اشهر من جت الجريمه المنظمه بلغتنا بهذا الامر اشتغلنا بالدينار العراقي. ما لا ما كنت عامل بالدولار بالاجل كله عراقي.